السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. زي ما انتوا كده شايفين كده مع بعض، هنعمل مع بعض العصاج اللحمة المفرومة. نعمله بطريقة يعني كده بسرعة سهلة وسريعة تسعفك لو انت ما عندكيش وقت. وكمان عايزين نعمله بطريقة موفرة، عايزين نزود كمية على قد ما نقدر، عايزين بأقل كمية لحمة عندنا نعمل أحلى عصاب. يلا كده بسرعة مع بعض نشوف هنعمله ازاي. بس ما تنسيش بقى لو أول مرة تشوفيني يعني تشتركي في قناتي، قناة مطبخ نورة بنت العمدة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولكم مني جزيل الشكر. ادي المكونات بتاعتي اللي هنعمل بيها العصاج مع بعض. معانا طبعا المكون الرئيسي اهو زي ما انتوا شايفين، ده نص كيلو لحمه مفرومه، دول بصلتين متوسطين انا بشرهم كويس، دي طماطميه واحده كبيره او طماطميتين متوسطين برضو انا مقطعاهم. عايزه بقى العصاج بتاعك مش عايزه فيه طماطم عادي، لو انت ما بتحبيش الطماطم في عصاج اللحمه ممكن ما تستخدميهاش. عايزين نقول هنا البصل بقى بالنسبة لكمية اللحمة، عايزين نقول نص كيلو لحمة هيكون بقى ايه موازيه نص كيلو بصل. لو انت عايزة العصاك بتاعك يكون موفر ويطلع يعني كمية كبيرة تقدري تعملي بيها بقى الحاجة براحتك، يعني كيلو لحمة بقى كيلو بصل نص كيلو كده، خلينا متفقين على ايه على الخطوة دي. معايا هنا الفلفل بتاعي اهو مقطعاه زي ما انتوا شايفين. نيجي هنا بقى للبهارات بتاعتنا، عندنا فلفل اسود، كزبره، عندي طبعا الملح اهو زي ما انتوا شايفين. هنا في شطه بقى، دي حاجه اختياري بقى برضو لو بتحبي الحاجه حريفه او لا. عندي جوز الطيب اهو برضو مطحونه، عندي بهارات لحمه، عندي هنا جنزبيل، عندي كمون، عندي حبهان زي ما انتوا شايفينه كده برضو مطحون. يلا بقى مع بعض نعمل العصاج وهنعمل ايه بقى فيه الاول، وعايزين نعمله بقى كده حاجه على السريع، حاجه كده بسرعه. لو ما عندكيش وقت، لو مزنوقه في اكله، في حشوه مكرونه، في حشوه جلاش، تقدري تعمليه بسرعه قوي. يلا نبدا. بجيب طاسه كده او صينيه او حله، اي حاجه هتعملي فيها العصاج بتاعك، احط الماده الدهنيه بتاعتي. هنزل اول حاجه كده بالبصل، احاول اخلي البصل كده يعني يدبل معايا او يدوب كده يروح ياخد اللي هو اللون ايه اصفر شويه، مش عايزه انا البصل احمره قبل ما اضيف له اللحمه وكده. البصل دلوقتي اول معلومه كده عايزه اقولها لك، اول ما تحطي البصل على النار او اي حاجه فيها بصل حطي بقى ايه سنه يعني ملح كده خفيفه قوي، رشه كده بسيطه علشان البصل ده ما يطلعش الريحه او ما يعملش الريحه اللي احنا مش حابينها. اضيف الفلفل كده بتاعي علشان ايه يتشوك مع البصل. لو عندك جزر برضو ممكن تبشريه وتحطيه برضو العصاره، مش تحطيه لك بعد ما تضيفي اللحمه هيكون حلو قوي كمان. معنديش الأصح. كده بالظبط بعد المرور دقيقة واحدة كده شوحت فيها البصل، هنزل دلوقتي باللحمة بتاعتي. أحاول أقلبهم كده كويس. دلوقتي بقى هنزل بإيه بكل البهارات دي اللي قلنا عليها زي ما انتوا شايفينها. قلبنا كده كويس مع بعض، خليهم ايه يكملوا ايه سوا. اول ما احس ان اللحمه معايا كده خلاص يعني هتكون دخلت في السوا واللون بتاعها اتغير،
هنزل بقى ايه بالطماطم بتاعتي. اهم حاجه التوابل اللي قلناها مع بعض دي بصراحه هتفرق قوي قوي في الطعم، في الريحه وفي الطعم. لو تشموا الريحه كده معايا بصراحه ريحه تحفه. زي ما انتوا شايفين كده اللحمه بتاعتي اتغير لونها وخلاص كده دخلت في السوا. لو انت بقى مش عايزه تضيف الطماطم زي ما قلنا خلاص بقى انت هتهدي النار شويه هتسيبيها تستوي وكده العصير بتاعك جاهز، تقدري تستخدميه بقى في اي حشوه فيها لحمه مفرومه. انما انا دلوقتي بقى هضيف ايه، هضيف الطماطم بتاعتي لو انت بقى عايزه تحطي بتحبي يعني طعم الثوم او ريحته في العصار ممكن انتوا بتضيفي البصل الاول خالص تحطي فصين ثوم مهروسين، لو مش عايزه بقى بلاش، هو العصار كده بتاعنا تمام وزي الفل. خلاص كده انا ايه اهدي النار بتاعتي بس علشان اتاكد ان اللحمه بتاعتي استوت. ودلوقتي معايا جاهزه خلاص كده، انا يعتبر خلاص كده خلصنا، مفيش غير ان انا اهدي النار واغطيه بقى يا دوب مش هياخد دقيقتين. خلاص كده زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو العصاب بتاعي كده خلاص اكتمل السوا، دلوقتي جاهز ان انا استخدمه في اي حشوة. شايفين بقى الطماطم برضو يعني مقصرتش عليه خالص، بالعكس هي بتعملي طعم كده حلو فيه، بتضعف لي الكمية برضو بتزودها زي ما احنا قلنا كده في الاول عايزين نعمل عصاب يعني ايه يكون موفر، يعني بنص كيلو لحمة ممكن نعمل بيه وصفتين. ما تنسيش بقى لو عجبتك الطريقة او شايفاها ان هي طريقة سهلة وطريقة مضمونة ما تنسيش تضغطي لايك وشير وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وشكرا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله من مطبخي مطبخ نورة بنت العمر. السلام عليكم.